السلام عليكم، مرحبا بكم على ايفينمون الجيريا 2.0 نسخة 2021. موضوعنا اليوم راح نتحدث على المقاولاتية أو الانتربرينوريا أو ريادة الأعمال، يعني لأنه المدة ما هيش طويلة بزاف، يعني حوالي ربع ساعة. نحاول نمد أهم النقاط اللي ممكن اللي يشوفوا هذه المحاضرة القصيرة يستفادوا منها. نركزوا على أهم النقاط، نحاولوا ما نروحوش كثير لتعريفات الأمور تيوريك، يعني الأمور النظرية تقدروا ممكن تلقاوها سير الإنترنت. نحاول نكونوا عمليين. إذا المقاولاتية أو الانتربرونارية هي ببساطة هي ولوج عالم الأعمال من خلال إنشاء مشروع شركة ريادية. تقدر تكون شركة ناشئة، تقدر تكون مشروع مؤسسة مصغرة، ولكن في الأخير أنه الإنسان يفوت من وضعية أنه يكون موظف أو يشتغل في شركة إلى صاحب مشروع، صاحب شركة. اللي في الأخير لازم تفهموا أنه في الأخير المقاولاتية الانتربرونارية كل هالمجال في الأخير الهدف هو الربح المادي. يعني في الأخير الهدف أنه لازم الشركة تربح دراهم، أمر مهم، لأنه ما هوش مشروع خيري، ما هوش مشروع تطوعي. في الأخير هو مشروع تجاري، الهدف الأول والأخير بالنسبة لي هو ربح المال. تقدر تكون عنده أهداف أخرى، تقدر تكون مثلا أهداف غير مباشرة مثل الاقتصاد، خلق مناصب شغل. يعني في الأخير كل هذا أمر جيد، ولكن في الأخير الهدف هو الربح المادي. قضية الوقت في المدى القصير، المدى المتوسط، المدى البعيد يرتبط بنوعية المشروع ونوعية المنتج الذي نطرحه في السوق. يعني هذا الأمر مهم، لأنه الآن الاتجاه في الجزائر هو الشركة الناشئة الستارت اب. هذا أيضا دخول لعالم المقاولاتية أو الانتربرنور، ولكن عنده لي سبيسيفيسي تاعو، يعني عنده الأمور الخاصة به. الآن كل شاب، أو ماشي بالضرورة يعني شاب راهو في الجامعة ولا متخرج حديثا، يقدر الإنسان يكون موظف في شركة. حتى يدخل هذا العالم يجب أن تكون عنده استعدادات أو مجموعة من المتطلبات اللي تخليه يدخل هذا المجال، وعنده أكثر فرص أنه ينجح فيه ويواجه التحديات تاع السوق. لأنه في الأخير هذا المجال ماهوش مجال سهل، وماشي كل الناس مهيئين أنه يدخلوا هذا العالم. هذا أمر مهم، لازم نكون واضحين، ليس كل الناس مؤهلون لدخول عالم المقاولاتية أو ريادة الأعمال. ماشي أي إنسان يصلح يكون انتربرونور، لأنه عالم المقاولاتية أو الشركات أو المؤسسات والسوق يختلف عن لما تكون عامل وموظف. تحديات غير، صعوبات غير، ضغوطات غير، وفرص النجاح والفشل غير. يعني ولهذا مبدئيا لازم تفهموا على أن هناك مؤهلات أو استعدادات يجب أن تكون في الشاب أو الشخص الراغب في دخول هذا المجال. أمر آخر أنه لازم دخول عالم المقاولاتية أو المؤسسات لازم يكون فعل وليس ردة فعل، بمعنى لازم يكون قرار الشخص. لما تكون عنده فكرة مشروع أو عنده فكرة شركة معينة أو منتج معين يطرحه للسوق عبر شركة، لازم يكون مقتنع أنه راح أو داخل هذا المجال، وما تكونش موضة، ماشي لأنه شاف صحابه ولا لأنه الناس عم يحكيو على ستارت اب ولا عم يحكيو على ريادة الأعمال قال أنا ندخل ريادة الأعمال. لازم يكون قرار مدروس، لأنه ينبني عليه أمور أخرى، بناء أنه الإنسان مثلا إذا كان يشتغل في شركة راح يترك الشغل تاعو ويبقى بدون دخل لمدة معينة تطول أو تقصر بحسب طبيعة المشروع. وبالتالي هنا القرار يجب أن يكون مدروس جيدا. يعني لما ندخل هذا المجال لازم نكون مقتنع وعلى بالي علاش اتخذت القرار. هذا أول قضية الاستعدادات. أنا نظن الصفة الأساسية للإنسان باش يدخل هذا المجال ويبقى فيه وينجح ويقدر يواجه التحديات هو قضية الشغف والإصرار على الشغف بالمشروع والإصرار على نجاحه أو نجاحه أو نجاح الفكرة. أمر مهم، يعني لازم يكون عندي الشغف ويكون عندي الحماس اللازم اللي يخليني
نكمل في المشروع وما نستسلمش للضغوطات ولا المصاعب اللي راح نلقاها في الميدان، خصوصا في الجزائر. راح نعود للموضوع في الأخير. يعني هذا الشغف وهذا الإصرار والعزيمة على المضي إلى الأخير راح تكون من بين المميزات الأساسية اللي تخلي الإنسان ينجح في المشروع. أمر آخر أنه المنتج أو المشروع اللي راح نطرحه في السوق لازم يكون عنده فرص نجاح. يعني الأساس ماهوش عندي فكرة، الفكرة ماهيش هي الأساس. الأساس هل الفكرة أو المنتج أو المشروع اللي راح نديروه هل يستجيب لحاجة في السوق، هل يحل مشكلة لمن يستخدم المنتج أو الخدمة اللي راح نمدها، هل فيه إضافة اللي تخلي الناس تشتريه، اللي تخلي هذا المنتج في الأخير يمشي ويدير أرباح. هذا هو الأساس، ولا يكفي أن تكون مقتنع بالفكرة تاعك باش تنجح. الأصل أنه يقتنع بها الناس اللي راح يشريوا المنتج في السوق. هذا هو الأساس. وبالتالي كاين هناك تقنيات لدراسة السوق ونشوف القابلية للمنتج والمشروع تاعي أنه يمشي ولا ما يمشيش. أنا برك نفتح قوس أنه بالنسبة للشركات الناشئة ستارت اب الأمر صعب نسبيا، لأن المنتج عادة ما يكونش موجود في السوق، حتى البيزنس موديل تاعو والموديل ايكونوميك، يعني طريقة ربح المال أو الصيغة اللي من خلالها المنتوج راح يحقق ربح ممكن تتغير، ممكن تعدل، ممكن حتى المنتوج في حد ذاته ممكن يتغير، وبالتالي الأمر يكون أكثر صعوبة للستارت اب بالنسبة لمشروع كلاسيكي، مؤسسة مصغرة ولا مشروع مصغر اللي ممكن يكبر فيما بعد. وبالتالي هنا القضية الدخول إلى السوق بمنتج معين يجب دراستها جيدا، حتى ما نروحوش في مشروع وممكن نستثمروا المال ومن بعدها في الأخير يفشل المشروع. إذا هذا مهم، أنه المنتج لازم نديله الوقت الكافي للدراسة تاعه باش نكون متأكد أنه ينجح. أمر آخر، الشركة هو مشروع في الأخير يحتاج إلى مال، يحتاج إلى تمويل. بالتالي هنا الشخص اللي يروح لعالم المقاولات يا إما يكون عنده تمويل ذاتي، يعني يكون عنده المال من خلال العمل تاعه أو من خلال يتسلف ولا الانتوراج تاعه المحيط تاعه، إما عنده يعني أوتو فينانسمون يعني تمويل ذاتي، إما يروح للتمويل عبر المصارف أو مستثمرين اللي يكونوا ممكن يعرض عليهم الفكرة ويستثمروا معاه في المشروع. وهنا قضية تسيير المال في المشاريع الريادية ولا في المقاولات هي بصفة عامة أمر مهم جدا. يعني لازم الإنسان يعرف بأن المال في الأخير هو عصب المشروع. بلا المال تقدر تمشي في المشروع مدة معينة إلى مستوى معين، ولكن إذا خصك المال في لحظة وما عندكش مصادر أنك تكمل تمويل المشروع، هنا الأصل أنه راح يكون فيه مشكلة كبيرة وممكن المشروع يفشل. إذا قضية التمويل في بداية المشروع وفي أثناء المشروع، لازم إما المشروع راح يمول ذاته بالمداخيل، لازم تكون متأكد باللي راح تكون مداخيل، ويكون عندي بلون أ بلون بي بلون سي إذا كان تعثرت ولا كان عندي صعوبات. هذا مهم. أمر آخر، لازم نفهموا بلي المشروع في بدايته العام الأول ممكن الثاني من الثالث ممكن ما يكونش مشروع يدخل أموال، بالتالي كصاحب مشروع لازم نكون على بالي بلي ما عنديش مدخول. لازم نكون خصوصا إذا كان إنسان عنده مسؤوليات عائلية أو يحتاج مدخول، لازم يدير باله لهذا الأمر. إما يكون عمل حسابه مقبل، يعني عنده مصادر انه يصرف مدخول او من خلال الادخار عنده باش يصرف، ولا عنده وسيله كي يستطيع الاستمرار في المشروع بدون مدخول. لانه ما لازمش نربط بالضروره انه البلانينغ اللي نديره مثلا بعد 6 شهور ولا عام يبدا المشروع يكون مربح. ممكن الامور تتاخر، ممكن السوق ما يستجيبش، ممكن تكون ازمه، وبالتالي لازم نحضر رواحنا لهذا. أمر آخر بالنسبة للاستعدادات هي قضية المرونة، مرونة صاحب المشروع مثلا فيما يخص الشركاء. يعني
دير في بالنا بلي ممكن المشروع ما نكونش فيه وحدي كصاحب مشروع، ممكن يكون عندي شركاء، وهذا الشركاء الشيء الإيجابي أنهم راح يتقاسموا معايا الأعباء والصعوبات والضغوطات تاع المشروع، ولكن بالمقابل راح يتقاسموا القرار وراح يتقاسموا الأرباح. يعني لازم تكون المايند سيت تاعي متقبل وجود أشخاص آخرين راح يشتركوا معايا في القرار ويشتركوا معايا في الأرباح. عفوا، أمر آخر، المرونة في التعامل مع الموظفين. يعني راح يشتغلوا معنا الناس، مليح نقولوا يشتغلوا معنا ماشي يشتغلوا عندنا، لأنه في الأخير هذو الناس راح يشتغلوا معنا في نفس المشروع، ونجاح المشروع هو نجاح لهم. لازم تكون عندنا القدرة الكفاءة في التعامل مع الموظفين. فرق أنك تكون أنت امبلوي موظف، ما عندكش حاجة أنك تكون عندك مهارات معينة في التعامل، ولكن لما تكون أنت صاحب المشروع ولا مدير الشركة، من ناحية تعاملك مع الموظفين يجب أن تكون عندك المهارات الكفاءات اللازمة حتى تحافظ على هذه الناس أنهم يشتغلوا معك وأنهم يكملوا معك المشروع، لأنه نجاح المشروع يعتمد أيضا على دافعية و موتيفاسيون تاع لي زومبلوي باش يخدموا فيه. يعني الناس يكونوا يخدموا يحبوا يخدموا في المشروع. هذا مهم. أمر آخر، ممكن في لحظة المشروع يحتاج تمويل، ممكن نحتاجه مستثمرين يجي فقط برأس مال، يعني ما يدخلش في التسيير، يدخل برأس مال، رأس مال حتى يدعم المشروع، وفي الأخير ياخذ الأرباح من الشركة بدون أن يكون مسؤول عن التسيير اليومي. يعني لازم نتقبل إمكانية وجود هذا الشيء، يعني إنسان يستثمر ماله في الشركة، يكون عنده أسهم في الشركة وياخذ أرباح بدون أن يشارك يوميا في تسيير الشركة. أمر آخر بالنسبة للشركات، لما نوصي مشروع ما كانش غير الشركة، يعني عندي على كشركة عندي منتج، يعني عندي إما منتج رقمي أو منتج صناعي راح نصنع شيء بحسب المشروع. يعني عندي المنتج، عندي التسويق تاع المنتج والعلاقة مع الزبائن، هذا عادة الموظفين توعي اللي يديروه، وعندي أيضا علاقة مع الضرائب، مع المحاسبة، مع الضمان الاجتماعي، لاكازنوس. يعني عندي هذا الجنب ما لازمش نغفله، إما عندي في الفريق من يسيره، أو نشوف مكتب خاص هو يسيره حتى نضمن أنه الشركة من الجانب القانوني والجانب العلاقات مع الإدارة ولا الهيئات الحكومية تكون، ومع البنوك مثلا، انه معاملاتي تكون صحيحه وما يكونش عندي مشاكل قانونيه مع هذه الهيئات. الان لما ننطلق في المشروع بحسب البيزنس بلان تاعي، لازم تكون عندي الرؤيه واضحه من البدايه، وكتاش المشروع يكون مربح، وشو هو الصعوبات الممكنه، شكون المنافسين تاعي، هل نكون في السوق الجزائريه فقط ولا نكون في سوق اجنبيه والاثنين معا، هل نركز على جهه معينه بعد نتوسع، بعد كم سنة نتوسع، وش قدر حتى من ناحية الأسعار، وش من أسعار نطبقها. يعني كل هذه الأمور لازم تكون واضحة بالنسبة لي مع البداية، ما لازمش، ممكن أمور تتعدل في الوصول، ولكن على الأقل تكون عندي رؤية. عدا ستارت اب اللي عادة هذا الأمر مرات يكون صعيب من البداية، ممكن في أثناء المشروع اللي تتوضح الأمور. إذا لازم نفهموا أنه الدخول في عالم ريادة الأعمال المقاولاتية أو الانتربرونيا هو يعني مغامرة شيقة لمن له الشغف، ويستلزم أن الإنسان يكون عنده الإرادة والإيمان بالمشروع اللي تخليه يواجه التحديات. في الجزائر محيط الأعمال صعب، محيط الأعمال من ناحية القوانين، من ناحية الإدارة، من ناحية طبيعة المستهلك الجزائري، طبيعة السوق، ممكن الإنسان تجيه تحديات لازم يواجهها، ولازم تكون عنده الصبر والقدرة أنه يواجهها باش ما يفشلش ويحبس المشروع في الوسط. وكل ما كان إيمان الإنسان أكثر بالمشروع تاعه، كل ما كان الإنسان الفكرة يعني عنده شغف والإرادة لإيصالها للأخير، كل ما كانت هذه الصعوبات ولا التحديات أسهل ويقدر يواجهها وما يفشلش في وسط المشروع. نشكركم على الاستماع، إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذا في هذه العجالة الكلام عن المقاولاتية.
المسؤولين على الحدث راح يخليكم الإيميل، اللي عنده سؤال أو استفسار حب يوضح نقطة معينة أسعد بالإجابة على استفساراتكم. شكرا جزيلا. سلام.